السيد الوزير محترم بانخراط المغرب في الأهداف الألفية للتنمية سجل انخفاض جد ملحوظ في عدد وفيات الأمهات من 227 في المئة ألف إلى 112 في المئة ألف، إلا أن تحقيق هذا خفض وفاة الأمهات بثلاث أربع في أفق 2015 يظل صعبا نظرا للتفاوت الحاصل بين العالم القروي والعالم الحضري. العالم القروي عندنا 148 وفاة مقابل 73 في المئة ألف في العالم الحضري. رغم الجهود التي بذلت والتي لا زلتم تبذلونها إلا أن هذا الدور الولادي يظل قليل، عددها قليل 412 على الصعيد القروي وتتجاوز على الصعيد الحضري 110 دور الولادة. هذا الخصاص لا زال حاصلا سواء فيما يتعلق بصعوبة الولوج والبعد الجغرافي، وحتى وإن وجدت هذه الدور فإن قلة الموارد البشرية تظل عائق كبير، حيث عندنا طبيب لكل 2540 مولود حي منتظر ومولدة واحدة لكل 218 مولود منتظر. المنظمة العالمية للصحة تقول مولدة لكل 175. لذلك نقترح عليكم السيد الوزير مزيد من تعزيز العرض الصحي، تكوين المزيد من أطباء تريد ولو بمراجعة المنظومة التربوية، وننوه في هذا الصدد باللجنة الوزارية التي انعقدت البارحة للنهوض بالعالم القروي من أجل تقائية البرامج. شكرا السيدة النائبة المحترمة.